الرحيم. إذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا أن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. نحن المجاهدون في سبيل الله تعهدنا أمام الله أن نرابط على ثغور الوطن بعد أن اشتبهت كتائب الأسد الأرض والعرض وعاثت في البلاد فسادا، وعليه قمنا بتشكيل كتيبة الشهيد أحمد الأسمر في سبيل الله بقيادة المجاهد محمد رمضان في ريف إدلب الجنوبي لحماية الوطن والمواطن والدفاع عنهم بأرواحنا وبذل دمائنا رخيصة في سبيلهم، منتهجين طريق قادتنا في الجيش السوري الحر بقيادة سيادة العقيد الرياض الأسعد وعاشت سوريا حرة أبيها. تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر!